إذن رحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الأمير الراحل الذي ترك إرثا سياسيا وإنسانيا واسعا يرحل اليوم، وقد تجاوز هذا الإرث حدود الكويت ليعم المنطقة والعالم. عرفت الكويت في عهد أميرها الراحل أدوارا سياسية واقتصادية وإنسانية وثقافية واسعة، فقد عمل الأمير الراحل على تقريب وجهات النظر في الكثير من القضايا الخلافية عربيا ودوليا، كما لعبت الكويت في عهده دورا في المصالحة الخليجية وفي الدفاع عن عروبة فلسطين في وجه كل التحديات، فضلا عن المنادات بالحلول السياسية للكثير من الأزمات التي تعم المنطقة. يذكر للأمير الراحل كذلك دوره الإنساني في تقديم المساعدة للكثير من الدول والمجتمعات، فضلا عن تقديم يد المساعدة للاجئين والنازحين في العديد من البلدان. وعلى صعيد العلاقات الأردنية الكويتية، فقد شهدت في عهده كذلك قفزة كبيرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية. سلطان القيسي يستعرض لنا الآن المزيد حول أبرز المحطات في تاريخ الأمير الراحل. إذا نعم، دولي وعربي واسع لأمير دولة الكويت، أمير الإنسانية، حكماء العرب، عميد الدبلوماسية العربية، كثير من الأوصاف والألقاب التي لاحقت الأمير الراحل لأدوار كثيرة له في بلده الكويت أولا في المنطقة العربية وفي العالم، عمل دائما على تبريد الأزمات وإعمال صوت الحق والعدل وكذلك الحكمة في حل الصراعات التي تعم منطقتنا وكذلك في أرجان أخرى من المعبورة. نعم طارق، إذن أبرز صفات الأمير منذ أن اشتغل في الإعلام ثم في وزارة الخارجية ثم رئيسا للوزراء ثم أميرا للكويت، كانت أبرز صفاته التوافقية. كان الأمير دائما يسعى إلى خلق جو توافقي لحل أغلب الأزمات التي واجهته. سنستعرض الآن أبرز محطات حياته. أسس الأمير الكويتي الراحل صباح الأحمد الصباح منذ توليه وزارة الخارجية الكويتية سياسة تقوم على مبادئ وثوابت أبلغها التوازن الاستراتيجي والحياد الإيجابي والدفاع عن الثوابت القومية والابتعاد عن الأحلاف العسكرية. هكذا انتهجت بلاده سياسة خارجية متوازنة ومنفتحة على العالم، بعيدا عن التنازعات والتجاذبات الأيديولوجية أو العسكرية. رحلة سجل خلالها الصباح مواقف فارقة على مستويات عدة. على المستوى العربي، بذل الأمير الراحل جهدا دبلوماسيا بوأ الكويت مقام الوسيط في نزاعات عدة، أبرزها الصراع المصري السعودي في اليمن عام 1965، كما أسهمت جهوده في استقلال البحرين عام 1971 بعد أن كانت إيران تطالب بضمها، كما أدار وساطات بين بغداد وطهران زمن الحرب بينهما، وتخطت جولاته الأفق العربية أيضا. الأمير الملقب بمهندس الدبلوماسية الكويتية تنسب إليه أيضا هندسة اتفاق الطائف الذي أغمد على إثره الفرقاء اللبنانيون حرابهم معلنين انتهاء الحرب الأهلية. متتبعو مسيرة الكويت في عهده يصفونه بالتوافقي، إذ عرف الصباح بحفاظه على مسافة واحدة من الدول العربية كلها، حيث خاض الرجل الراحل جهودا واسعة في بناء جسور بين اليمنين قبل انتهاء الانفصال، كما سعى للحد من التوتر بين اليمن الجنوبي والسعودية وسلطنة عمان. ويسجل له تعزيز مسيرة العراق الجديد حسب ما يقول رئيس الوزراء العراقي. وخلال الأزمة الخليجية اختارت الكويت الوقوف على الحياد، بل وحركت جهودا لتقريب وجهات النظر، إلا أن الأمير ارتحل قبل أن يقطف ثمارها. ولا يستقيم الخوض في القضية الفلسطينية دون الحديث عن الدعم الكويتي للحق الفلسطيني منذ تدشين منظمة التحرير حتى الآن، إلا أن عهد الأمير الصباح شهد نشاطا على هذا المستوى. عبر عنه مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة بقوله إن الكويت تعهدت قبل تسلمها مقعدها في مجلس الأمن ببذل المساعي لدعم القضية الفلسطينية
باعتبارها قضية العرب والمسلمين، انطلاقا من التزام الكويت في حمل هموم وتطلعات الشعب الفلسطيني، فضلا عن التأكيد الدائم على أن السلام لا يكون إلا بقيام الدولة الفلسطينية. وقد شهدت الكويت ازدهارا لدور المرأة في عهد الأمير الراحل، وهو الذي وزر أول امرأة في حكومة برئاسته عام 2005، ودخلت المرأة في عهده لأول مرة مجلس الأمة. وعلى المستوى الدولي فقد كرمته الأمم المتحدة عام 2014 بلقب قائد العمل الإنساني، وسميت الكويت حينها مركزا للعمل الإنساني تقديرا لجهوده في الخدمة الإنسانية. الأمير الراحل لم يؤلف كتبا، إلا أنه أهدى المكتبة العربية قرار تأسيس ألمع الدوريات وأكثرها انحيازا للثقافة العربية. نتحدث طبعا عن مجلة العربي التي صدرت طبعتها الأولى عام 1957 لتصبح حصنا لنتاج أبرز المثقفين العرب. إذن طارق، مسيرة حافلة للأمير الراحل، لا يسعنا إلا أن يعني ندعو له بالرحمة وندعو للشعب الكويتي بحسن العزاء. نعم، نضم صوتي إلى صوتك، وأيضا الشعب الأردني يوجه أحر التعازي إلى الشعب الكويتي الشقيق بوفاة هذا الراحل الكبير الحكيم، كذلك أمير الإنسانية، وهذه جهود كبيرة ربما فيض من غيث بكثرة ما فعله الراحل من إنجازات وأعمال، وكذلك سعى إلى التوفيق والمصالحة معتمدا السلم وكذلك الوفاق. أشكرك سلطان القيسي على كل هذه المعلومات وكذلك الإيضاحات. مباشرة أرحب الآن في ضيفي الأستاذ طاهر المصري، رئيس الوزراء الأسبق دولة أبو نشأت. أهلا بك بداية، ربما جمعتك مع الراحل الكبير زمالة دبلوماسية ممتدة، يعني نود بداية أن تحدثنا عن هذه التجربة وما تذكره للأمير الراحل. الحقيقة الأردن فقد صديق عزيز ومقتنع بالخط الأردني، وعندما كنا بحاجة إلى دعم على الأقل سياسي فكان المرحوم شيخ صباح يدافع عن الأردن في ويتفهم وضع الأردن المالي والسياسي، خاصة بعد احتلال الكويت والاحتلال الكويت وقامت أيامها في مجلس النواب الكويتي وفي دول مجلس التعاون الخليجي كان في غضب وهجوم على الأردن. الشيخ صباح كان متفهما تماما لموقف الأردن وساعدنا بطريقته الخاصة الوفاقية التي ذكرتها، ساعد الأردن على المرور من هذه رأس من هذه عنق الزجاجة، وأصبحت عادة العلاقات فيما بيننا إلى أحسن حال. وأنا زاملت شيخ صباح 6.5 سنوات كوزراء خارجية، وعملنا معا بكل روح ودية وأخوية. حقيقة الشيخ صباح كان إنساني بالفعل، وقدم للأردن وللدول العربية والإسلامية المحتاجة، قدم لها من خلال الصناديق الكويتية ملايين من الدنانير لكي تقوم بالتنمية فلسطين والأراضي المحتلة والضفة الغربية، استفادت كثيراً من هذه الصناديق وساهمت في صمود الأهل. الشيخ صباح كان يعني عربيا مؤمن بعروبته ومؤمن بدينه، وعمل حتى ثمالة في الآخر حتى آخر رمق في تعزيز الديمقراطية الكويتية بين دول كثيرة عربية خاصة في دول الخليج. الكويت هي الرقم الأول في المفهوم الديمقراطي وفي التشريعات الديمقراطية. مجلس الأمة في الكويت هو قوي ويحاسب كل كبيرة وصغيرة، ولكن الحاكم هو يتقبل بهذا الأمر. ونحن كأردنيين وأنا كشخص
فقدنا الراحل الكبير. إن شاء الله نتمنى للكويت أن تبقى دائما مستقرة، تقف هذه المواقف الوطنية الحقيقية ليس بالنسبة للأردن فقط، ولكن أيضا بالنسبة لفلسطين ولكافة القضايا الإسلامية. نحن الآن للأسف إنه يعني غاب عنا بهذا الظرف اللي يحتاج إلى حكمة هذا الرجل الناضج الذي كان يعرف كل خبايا ودواخل الأمور والقضايا العربية والخليجية، وكان واضحا في موقفي. أنا يعني قابلته مؤخرا، يعني كان فعلا بدا عليه المرض، ولكن بقي واقفا على رجليه، وكنا نتحدث معه حول ما يحدث بسوريا وما يحدث بلبنان وما يحدث في أماكن العرب، وكان يتألم. وهو كما قلت سابقا هو صديق الأردن وحبيب الأردن، واشترى قطعة أرض موجودة يعني هنا بعمان أو بضواحي عمان لكي يبني عليها مسكنا أو بيتا ريفيا، ولكن للأسف لم يتمكن بسبب الوفاة. طيب دولة أبو نشد، الراحل الكبير كما ذكرت وتفضلت عرف عنه تميزه بنهجه الدبلوماسي لإنهاء الصراعات، بماذا كان يفكر من عواقب؟ ماذا يرى لو تركت هذه الأزمات دون تدخل حكيم وصوت عاقل؟ يعني كان بجوز تفاقمت الأمور، لكن هو لأنه يعني رجل فاضل، وبعثوا الناس كلهم والزعماء أنه هو رجل فاضل لا يريد إلا الخير، فكانت كلمته مسموعة وكان ثقله السياسي موجود، حتى كان بعيد عن الأضواء ولكن كان دوره كبير جدا. وإحنا كأردن يعني تتذكروا في 91 وما فوق تغلبنا في علاقاتنا الخليجية بسبب موضوع احتلال الكويت، وهو لم يكن أميرا في ذلك الوقت، ولكنه كان عنصرا فعالا في الحد من التدهور في العلاقات والهجوم على الأردن، خاصة في مجلس الأمة في ذلك الوقت. ويعني كلنا إحنا الآن عندنا ضواحي في عمان يعني ساكن فيها أردنيين عملوا في الكويت، وكانوا كأهل الكويت، كانوا عايشين كأنهم في وطنهم. طبعا هم ساهموا في بناء الكويت، لكن أيضا الكويت رحبت فيهم وعاشوا بشكل محترم كما هو الأمير محترم. أشكرك دولة رئيس الوزراء الأسبق أبو نشط الأستاذ طاهر المصري، شكرا جزيلا لك. الآن حول الحديث مزيدا عن الأمير الراحل، أرحب بضيفي أولا في الاستوديو الدكتور حسن المومني، أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأردنية، كذلك أرحب من دولة الكويت بالدكتور إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء التدريس في جامعة الكويت، ومن الكويت أيضا أستاذ عايد أبو خوصم المحلل السياسي. أهلا بكما دكتور إبراهيم الحمود، سأبدأ معك اليوم. الصورة واضحة، أولا التعازي الحارة من الشعب الأردني إلى الشعب الكويتي الشقيق بفقدان الراحل الكبير أمير الإنسانية. الآن بعد هذا الرحيل الصورة واضحة لانطلاق أو انتقال لسلطة سلس ومؤسس له. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالبدايه احنا نعزي يعني آل الصباح، ونعزي الامه العربيه والاسلاميه، بل نعزي العالم برمتها بفقدان هذا الزعيم العربي المؤمن بالعروبه والمؤمن بالانسانيه وصاحب الايادي البيضاء. لا شك انه يعني بالنسبه لانتقال السلطه في دوله الكويت، فهذه المساله في الحقيقه ليست معقده باي حال من الاحوال، وانما دستور دولة الكويت من الدساتير اللي نظمت انتقال السلطة بشكل واضح وبشكل دقيق. يعني اليوم في الحقيقة بعد أن انتقل سمو الأمير إلى رحمة الله تعالى، في ذات اللحظة نودي بسمو ولي العهد أمير البلاد وفقا لإحكام المادة الرابعة بالدستور الكويتي، ويبقى بعد ذلك غدا
سوف يتوجه إلى مبنى مجلس الأمة لكي يحلف اليمين لممارسة سلطاته الدستورية بحسبانه أمير البلاد. ففي الحقيقة في دولة الكويت إذن يعني الدستور نظم بشكل تفصيلي وبشكل دقيق مسألة انتقال السلطة. كمان عندنا في الكويت أيضا في عندنا قانون أساسي ذو قيمة دستورية هو قانون توارث الإمارة، أيضا نظم هذه المسألة بصورة دقيقة. ومن ثم فإننا يعني لا نعيش بأي حال من الأحوال في يعني في مسألة الخشية من انتقال السلطة ومحاذيرها كما يحدث في دول أخرى. المسائل عندنا بالكويت الحمد لله واضحة، وهذه يمكن أهمية الديمقراطية اللي أشرت لها بالفعل. يعني نفس سمو الأمير كان من أشد الناس يعني إيمانا بالديمقراطية، ويكفي في الحقيقة أن في عهده لم تعطل الحياة السياسية في دولة الكويت ولا يوم من الأيام، وإنما كان يعني حريص جدا على استمرار الحياة النيابية وعلى يعني قيام مبدأ الفصل بين السلطات. وبحسبانه رئيس للدولة دائما هو كان الحكم، يعني كما كان حكم في الصراعات العربية فهو أيضا كان حكم داخل دولة الكويت في النزاعات بين الحكومة وبين مجلس الأمة. طيب أستاذ عايض، يعني يرحل الأمير الشيخ الصباح وقد ترك بصمات وإنجازات كبيرة ضمن مسيرة مبتدة وفيها الكثير من العطاء. إذا ما تحدث داخليا، بماذا تميزت فترة حكمه؟ ماذا حقق وأراد أن يحقق؟ كيف يذكر اليوم في الكويت؟ هو طبعا بداية نعزي أنفسنا والأمة العربية والإسلامية بوفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته. الحقيقة لا يمكن أن يأتي ذكر الأمير الراحل دون أن نذكر جميع الإنجازات الخارجية تحديدا، وأيضا هناك الكثير من الإنجازات الداخلية. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، سمو الأمير اختار طريق الحياد في الأزمة الخليجية، وآفل على نفسه رغم مرضه وكبر سنه السفر بين العواصم الخليجية لاستقراب وجهات النظر. أيضا عودة القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية أصبحت في عهد الشيخ صباح هي القضية رقم واحد في السياسة الخارجية الكويتية، وأيضا حتى في الوفود البرلمانية. وكان يؤكد على تبني جميع الوفود وجميع سواء البرلمانية أو الحكومية للقضية الفلسطينية، وكان يؤكد على أن الكويت ستكون آخر دولة تطبع بعد قيام الدولة الفلسطينية، وكان مشترط بقيام الدولة الفلسطينية. أيضا الشيخ صباح لا شك أن وجوده في المرحلة السابقة كان صمام أمان في كثير من الأزمات العربية والخليجية، وعودة مصر إلى الحضن العربي وعودة الجامعة العربية إلى مصر، عودة الأردن أيضا إلى الحضن الخليجي بعد الأزمة الخليجية والغزو العراقي للكويت. الكثير الحقيقة من الإنجازات اللي قام فيها الراحل والتي سوف تبقى خالدة رغم وفاته. نعم دكتور حسن المومني، توصف دائما العلاقات الأردنية الكويتي علاقة الأردن بالكويت بأنها تاريخ وحضارة، ماذا يقال في هذا المجال؟ مساء الخير دكتور. بداية لك وللضيوف الكرام وللمشاهدين، وأيضا نعزي أنفسنا والشعب الكويتي بوفاة قامة عربية مخضرمة مثل المرحوم الشيخ سمو الأمير. بهذا الجانب طبيعي تاريخ وحضارة، تاريخيا في السياق العام لطالما كان الأردن يرتبط بعلاقات استراتيجية تاريخية مع الخليج عموما ومع الكويت في هذا الجانب في هذا الاتجاه. يعني هنالك علاقة ترابطية ما بين الأردن وبين الخليج، سواء كان في مسألة الإعمار، في مسألة التفاهم حول كثير من القضايا اللي في المنطقة في هذا الجانب في هذا الاتجاه. يمكن باستثناء هذه خلينا نحكي البقعة السوداء اللي حصلت في بداية التسعينات، العلاقة الأردنية الكويتية علاقة نموذجية حقيقة، وتعززت أيضا في السنوات الأخيرة منذ تسلم الراحل سمو الأمير وأيضا جلالة الملك
عبد الله في هذا الجانب، ويمكن في الأشهر والسنوات الماضية شهدنا حقيقة زخم العلاقة والترابط اللي حاصل ما بين الأردن وما بين الكويت في هذا الجانب في هذا الاتجاه، والتوافق حقيقة يمكن في السنوات الأخيرة لم تشب أي شائبة العلاقة الأردنية الكويتية بهذا الأمر في هذا الاتجاه. لذلك عند الحديث عن التاريخ نتحدث عن منذ الخمسينات، منذ الستينات، الستينات الأردن أول من هب إلى نجدة الكويت إبان التوتر اللي حصل في تلك الفترة في بداية الستينات، العراق وعبد الكريم قاسم وغيره في هذا الجانب، الأردنيين حقيقة من أوائل من عملوا أيضا في الكويت في هذا الأمر. تاريخيا الكويت داعم رئيسي للأردن، داعم في السياق السياسي، داعم أيضا في السياق المالي والاقتصادي في هذا الجانب. وزي ما حكيت يمكن يعني تقريبا منذ 2005-2006 العلاقة الأردنية الكويتية يعني أخذت شكل مستقر متطور حقيقة، وتكاد تكون نموذج. وأعتقد أنه يمكن إحنا هنا في إحدى الحلقات ناقشنا هذا الأمر وتحدثنا عن أن العلاقة الأردنية الكويتية هي علاقة النموذج حقيقة بهذا الأمر يعني في العلاقة العربية. فلذلك هي توصف بأنها علاقة تاريخ وعلاقة حضارة، لا شك حضاريا نرتبط ضمن سياق حضاري، لكن أيضا في هنالك أوجه تشابه ما بين الأردن وما بين الكويت في السياق التعليمي، في سياق الدور، في كل هذه الجوانب. يعني الحركة الثقافية وكل هذه الأمور بدأت مبكرا في الكويت، مثلا إذا نتحدث عن الخليج بدأت مبكرا في الكويت، والكويتيين ساهموا كثيرا حقيقة في العملية التعليمية والثقافية في الخليج وفي الوطن العربي. الأردن من أوائل الدول اللي حققت مستويات متقدمة في العملية التعليمية، وأيضا ساهمت مع الكويتيين يدا بيد في البحرين، في 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 دولة الإمارات، وكل هذه الجوانب وكل هذه الجوانب. لذلك في هنالك أوجه تشابه بهذا الأمر. موقف حقيقة من القضية الفلسطينية وهي القضية الأولى تكاد تكون المواقف متطابقة حقيقة والهم واحد بهذا المعنى بهذا الاتجاه. فلذلك احنا نتحدث حقيقة ما زلت يعني انه العلاقة النموذج، واللي يجب ان تكون نموذج على العلاقات العربية. لا شك العلاقات العربية الأردنية جيدة وممتازة في هذا، لكن باعتقادي العلاقة الأردنية الكويتية من التميز بحيث انها تكون نموذج خاصة في السنوات الأخيرة. طيب دكتور إبراهيم الحمود، يعني لماذا دائما نختار دائما عندما تنظر الى الملفات والأزمات العربية وكذلك الإقليمية القضية الفلسطينية التي احتلت مكانة متقدمة لدى الأمير الراحل ولدى الكويتيين، دائما ما تتصدر الكويت ويتصدر الأمير الراحل في مساعي وجولات مكوكية ربما تمتد لكي يضع أسس لسلام ويمكن من المصالحة؟ وفي الحقيقة طبعا يعني سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمة الله عليه من الناس العروبيين، يعني في نشأته، في ثقافته، في تربيته، من ناحية لأنه في الحقيقة يعني هو يستلم زمام الحياة السياسية مع يعني مع ابن عمه الشيخ عبد الله السالم الله يرحمه، ومنذ تلك الفترة في هذا النهج العروبي، والنهج العروبي هذا في الحقيقة ينعكس على شخصية الحاكم في دولة الكويت، لأن دستور دولة الكويت نفسه عندما يبدأ في أول مادة منه يصف دولة الكويت بأنها هي دولة عربية، يعني اللي هذه عندنا احنا مسألة العروبة في الحقيقة في الكويت هذه مسألة أصيلة. ومن ثم فإن يعني هذا خلينا نقول هذا هذه الشربة العربية وهذا الوجدان العربي في الحقيقة هو اللي كان من خلاله يحاول أن يلحم الصراعات أو يلحم ما يحدث من شروخات بين الأمة العربية. فيكفينا في الحقيقة ترى أن نذكر بأن حتى الوحدة اليمنية بين الشمال والجنوب في الحقيقة كان الشيخ صباح الله يرحمه هو من أحد المهندسين لهذه الوحدة. نشأة مجلس التعاون الخليجي أحد الأشخاص الذين أنشأوا هذا المجلس، انتهاء الحرب الأهلية وكما نسميه يعني اللي هو اتفاق الطائف كان المهندس الأول له هو الشيخ صباح في الحقيقة. وبعد ذلك اليوم يعني لما حدثت الأزمة اليمنية وأيضا يعني الشرق في بين دول مجلس التعاون الخليجي رأينا كيف أن الشيخ صباح الله يرحمه يعني في رحلات المككوية يحاول أن يقرب بين وجهات النظر ويحاول بقدر الإمكان أن يجعل الكويت مركز لالتقاء الوفود المختلفة. الكويت هي كانت مسرح للقاء بين الشمال والجنوب، بين الحوثيين والآخرين للبحث عن
مخرج لهذه الأزمة. ففي حقيقة الأمر والواقع نرى بأن هذا النهج العروبي يعني، ويكفيني اليوم يعني اليوم أنا أشوف الأمين العام للأمم المتحدة عندما يتكلم يقول بأن هذه الشخصية اللي احنا نفقدها اليوم، نفقد زعيم محنك سياسي حكيم، ونفقد في ذات الوقت رجل يتميز بالسخاء. السخاء في الحقيقة اللي هو جزء من الكرم العربي. فيمكن اليوم للأمانة في ملايين البشر سواء في آسيا أو في أفريقيا في الحقيقة يمكن اليوم احنا نعزيهم، ويمكن هم اليوم سوف يشعرون بغياب هذه الشخصية التي كانت تقدم، بل إن يعني حتى الكويتيين كلهم نحن بدون استثناء هذه المسألة بالنسبة لنا واضحة، نرى مدى تدخل سمو الأمير الراحل في هذه المسائل وفي تقديم العون للدول المختلفة. وعلاقتنا يعني علاقة دولة الكويت في العراق، العراق كان في يوم من الأيام احتل دولة الكويت وحاول يمحيها من التاريخ، إلا أن بعد زوال هذه الأزمة رأينا بأن من أول الأشخاص اللي ذهبوا للعراق هو الأمير الراحل. نرى بأن من يحاول أن يقرب بين الكويت والعراق هو سمو الأمير الراحل. ففي الحقيقة ليست لديه هذه النزعة خلق المشاكل، هو يبحث بقدر الإمكان إلى وحدة ولم الشمل العربي، وهو شخص في الحقيقة قليل الكلام، إلا أن في ذات الوقت حكيم جدا، ما يختار إلا أحلى الكلمات في لقائه. إنسان في الحقيقة يعني حتى نفسيته أسلوبه كلامه أنا أسمي يعني رجل تفاوضي من الدرجة الأولى، عنده سعة بال، عنده يعني قوة في التحمل، المستعد يعني يقضي الأيام والأسابيع والسنين من أجل أن يصل إلى تحقيق هذه الأهداف. طب أستاذ عايد، اليوم ونحن نتحدث عن إنجازات داخلية ونتحدث أيضا عن احترام وتقدير كبيرين خارج الكويت للأمير الراحل، وكيف استطاع أن ينسج علاقات متميزة مع الكثير من الدول، أن يتدخل توفقيا وتصالحيا بلهجة وأعمل فيها الحكمة والمنطق، نظرته برأيك التي كانت للأردن ومسارها تلك العلاقة الذي انتقل من أقوى إلى أقوى وأكثر عمقا وتجذرا اليوم؟ هو لا شك منذ وصول الملك عبد الله إلى السلطة أخذت العلاقات الكويتية الأردنية منحا جميل شبيه بالأخوة بين الزعيمين، فكان كثير الدعم للمملكة الأردنية، ليس فقط دعما ماديا ولكن أيضا في أكثر الأزمات اللي مرت على المنطقة كان مساندا للأردن. وأيضا كان الملك عبد الله أيضا كثير الزيارة للكويت في المناسبات الشخصية وغيرها، وأيضا دعم الأردن المستثمر الكويتي وأعطى ميزات كثيرة للمستثمرين الكويتيين، جعلت كثير من الشركات تتجه إلى الأردن في استثمار الكثير من الشركات مثل دون ذكر أسماء البنوك وشركات وغيرها. هذا كان نتيجة التسهيلات التي قامت المملكة في دعم الاقتصاد الكويتي وجعل الاقتصاد الكويتي مستثمرا رئيسيا في السوق الأردني. نعم. طب دكتور حسن المهمني، يعني ونحن والعالم العربي والعالم يودعون الأمير الراحل ونستذكر له اليوم الدور الكبير الذي كان له عربيا إقليميا دوليا، وذلك السخاء حتى لقب بأمير الإنسانية، نتطلع لمستقبل أقوى في العلاقات الثنائية، دور كبير أيضا حفاظا على هذا الإرث الذي وضعه الأمير الراحل في بما يتعلق بأزمات وقضايا عربية كان يسعى دوما إلى أن أو كان يتمنى ربما أن يقطف ثمارها قبل أن يرحل. لا شك يعني فقيد كبير حقيقة، والعمل العربي المشترك سوف يفتقد هذا الفقيد بنهاية المطاف. لكن يمكن عزاؤنا بأن أول شيء الكويت فيها مدرسة حكم مستقر حقيقة، يعني في ما يميز الحكم في الكويت أن في حالة استقرارية بهذا الجانب بهذا الأمر، في هنالك زي ما تفضلت أنه في هنالك موروث حقيقة تدريجي بسياسة خارجية تتعلق بالتوازن، تتعلق بالمواقف المعتدلة، تتعلق بالاشتباك الدائم مع القضايا العربية في هذا الجانب في هذا الأمر. أضف إلى ذلك في هنالك الكويت كدولة تتألف من مؤسسات أيضا فيها نوع من الاستقرار، سواء كانت حكومة سواء كانت برلمان. حالة الوعي السياسي الكويتي
الداخلي متقدمة، الجماعات السياسية وغيرها في هذا الجانب. فلذلك أنا باعتقادي الخاص لا شك يعني سوف يفتقد العمل العربي، لكن باعتقادي أنه ما رح نشهد تغيير كبير بهذا الجانب. وأعتقد أنه يمكن يكون الآن دافع لدى القيادة الجديدة بأنه تستمر وتعزز دور الكويت في هذا الجانب، ويمكن الأسابيع والشهور القادمة حقيقة نستطيع الحكم وستثبت بهذا الأمر. لأنه في نهاية المطاف الكويت منذ نشأتها إلى وقت الحاضر لطالما لعبت دور رئيسي في هنالك نوع من المدرسة، وبالتالي أعتقد أن في نوع من الحتمية الجيوسياسية بأن يكون دائما هنالك دور فعال للكويت. لأنه أيضا لا تنسى أن للأسف البيئة الإقليمية الكويتية هي بيئة خشنة حقيقة، وهذه البيئة الخشنة دائما تطلب منك أن تكون هنالك حالة من التعيير، حالة من التوازن، رؤية متقدمة في هذا الجانب تشتبك وعلاقات مترابطة. دكتور حسن المومني أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأردنية، شكرا لك. أشكر الدكتور إبراهيم اليحمود من الكويت رئيس جمعية أعضاء التدريس في جامعة الكويت، وضيفي كذلك من الكويت الأستاذ عايد أبو خوصة المحلل السياسي. شكرا لكم جميعا.